in 1 minute. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نكمل سوا بالحديث عن أنواع المدرات وخصيصاً المدرات التيازيدية. لازم نعرف 3 نقاط أساسية عن المدرات التيازيدية، واللي هي: أكثر المدرات شيوعاً بسبب تأثيرها اللطيف، جميع مركبات هذه المجموعة تحتوي على السلفونامايد، يوجد مجموعة من المدرات تشابه المدرات التيازيدية وتدعى مشابهات التيازيدات، وهي أكثر نجاعة من التيازيدات ولذلك تعطى بجرعات منخفضة. أما أسماء هذه الأدوية فبالنسبة للمدرات الحقيقية فتشمل كلورتيازيد وهيدروكلورتيازيد، أما بالنسبة للمشابهات للتيازيد فهي كلورتاليدون وإندابامايد وميتولازم. رح ننتقل الآن لمعرفة آلية عمل المدرات التيازيدية. مكان تأثير هذا النوع من المدرات هو في الأنبوب المعوج البعيد، ولمعرفة الآلية بالضبط نأخذ مقطع مكبرة للخلايا في الأنبوب المعوج البعيد، فنلاحظ النقطة المشار إليها باللون الأحمر. سنتحدث عن الآلية الطبيعية لنقل الشوارد وذلك قبل استخدام مدرات التيازيدية، أما المنطقة المشار إليها باللون الأزرق فهي بعد استخدام مدرات التيازيدية. يتم انتقال الشوارد بواسطة مبادل الشوارد سيمبورتر الذي ينقل كل من الصوديوم والكلور باتجاه واحد فقط، حيث يتم دخول الصوديوم والكلور إلى داخل خلايا الأنبوب، ثم بعد ذلك يتم التبادل بين الصوديوم والبوتاسيوم فيتم دخول البوتاسيوم إلى داخل خلايا الأنبوب المعوج البعيد وخروج الصوديوم إلى السائل الخلالي ثم متابعة سيره إلى الدم. نجمل الآلية بالقول أن الناقل المشترك للصوديوم والكلور قام بنقل الكلور والصوديوم لداخل الخلية، أما بالنسبة للناقل المشترك للصوديوم والبوتاسيوم فإنه قام بنقل البوتاسيوم للداخل والصوديوم للداخل والصوديوم للوعاء الدموي. ننتقل الآن للحديث عن آلية عمل قنوات الكالسيوم قبل استخدام المدرات التيازيدية، حيث يتم دخول الكالسيوم بواسطة قنواته إلى خلايا الأنبوب، بعد ذلك يتم التبادل بينه وبين الصوديوم بواسطة إكستشينجر فيتم خروج الكالسيوم إلى السائل الخلالي ودخول الصوديوم إلى خلايا الأنبوب، وبعد ذلك يتابع الكالسيوم خروجه إلى الوعاء الدموي. وبالتالي نقول بأن قنوات الكالسيوم قد أدخلت الكالسيوم من لمعة الأنبوب إلى خلاياه، أما المبادر المشترك للصوديوم والكالسيوم فإنه قام بإدخال الصوديوم إلى خلايا الأنبوب وأخرج الكالسيوم ليعاد امتصاصه. الآن وبعد تبادل المدرات التيازيدية نشاهد عملها في الأنبوب المعوج البعيد، نلاحظ بأنها قامت بتثبيت مبادل الشوارد للصوديوم والكلور، وبالتالي عدم حدوث آليات التبادل المذكورة سابقا، أي عدم حدوث عود امتصاص للصوديوم والكلور ويتم إطراحها مع البول. أما بالنسبة للكالسيوم فهو يستمر بالدخول عبر قنواته ثم التبادل مع الصوديوم ليتابع عود امتصاصه إلى الدم. نجمل الآليات السابقة بالقول أنه تم تثبيط الناقل المشترك للصوديوم والكلور بعد تناول المدرات التيازيدية، أيضاً لأن قنوات الكالسيوم والمبادل المشترك للصوديوم والكالسيوم قد حافظت على آلية عملها. نجمل تأثيرات عمل المدرات التيازيدية ونلاحظ أنه أصبح لدينا ضياع في الصوديوم والكلور، ضياع في البوتاسيوم، نقصان في إطراح الكالسيوم وهو عكس مدرات العروة، وأخيراً تزيد مدرات التيازيدية من اصطناع البروستاجلانديزية من اصطناع البروستاجلاندينات الموسعة للأدوية مما يكسبها خواص خافضة للضغط. هيك بنكون هنا الحديث عن آلية مدرات التيازيدية. خليكم معنا لتعرفوا استعمال هاي الأدوية.